مشاهدينا، المساعدات المصرية لغزة لم تتوقف، وتابعنا جهود التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وكل الشركاء من مؤسسات العمل الأهلي في تجهيز وإرسال المساعدات في منظومة عمل متكاملة لمساعدة ومساندة إخواتنا الفلسطينيين. خلينا نتابع مع حضراتكم دلوقتي ومع زميلنا محمد عبد الله تجهيز القوافل والاستعدادات الخاصة بنقل المساعدات لغزة. محمد، صباح الخير عليك. نعم صباح الخير يا جمانة. تفضل، معك كلمة. طيب، احنا دلوقتي مفيش امطار قليله بتفصلنا عن بوابه الاسماعيليه، مصر الاسماعيليه، على طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي. في الخلفيه هناك عدد من التريلات تحمل مساعدات الى اهالينا في قطاع غزه. هذه المساعدات من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، دور انساني، في ضوء الدور الانساني والدور اللي بتقوم به الشركه المتحده، تم تجهيز هذه التريلات وسيارات النقل والتي تحمل هذه المساعدات في رسائل واضحه لدعم اهالينا في قطاع غزه، ورسائل انسانيه، بعد انساني بتحمله الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. خلينا نعرف ازاي تم تجهيز هذه التريلات التي تحمل هذه المساعدات، وتم تجهيزها ازاي، والدور اللي بتقوم به الشركه المتحده، هذا الدور الانساني الهام لدعم اهلنا في قطاع غزه. بيسعدنا ان يكون معنا الاستاذه عهود وافي، رئيس مجلس امناء مؤسسه حياه كريمه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. بالتاكيد يعني ما بتناموش، يعني الليل بالنهار متواصل معاكم لتجهيز هذه المساعدات الانسانيه وايصالها الى اهالينا في قطاع غزه. خلينا النهارده نتكلم عن شايفه ازاي المساعدات اللي قامت بها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وايصالها لاهالينا، كيف ستصل لاهالينا في قطاع غزه؟ طبعا يعني اولا احنا ده اقل حاجه نقدر نعملها لاخواتنا في غزه في الظرف الانساني الصعب. بصراحة إن حضراتكم الإعلاميين كلهم طبعا وعلى رأسهم طبعا ممثلين المتحدة من أول يوم كانوا معانا على بوابة رفح بيطمنوا إن الحاجات بتدخل وبيستنين معانا لغاية ما كان المعبر يفتح. النهاردة هم بيشاركوا بدور إضافي من خلال تبرعهم لمؤسسة حياة كريمة للمشاركة بست شاحنات، ست شاحنات موجودين حوالي 150 طن من المواد الغذائية والمياه. التجهيزات بدأت طبعا من على أكتر من أسبوع، بنجهز الحاجات عشان خاطر تبقى موجودة بأفضل شكل ونطمن إنها توصل لأخواتنا أول ما توصل المعبر إن شاء الله. بنعمل لها باكينج بالشكل المنضبط عشان خاطر ما تعطلش في المعبر لأي سبب. تمام. حضرتك شايفه ازاي من وجهه نظر حضرتك، ايه شايفه ايه الرسائل اللي عايزه تاكد عليها الشركه النهارده بان هي تجهز هذه الشاحنات ويتم ارسالها لاهالينا في قطاع غزه؟ اي حد بيدعم اخواتنا في غزه في الموقف اللي النهارده هو موقف انساني، موقف وطني وبالدرجه الاولى. حضرتك عارف معنى القضيه الفلسطينيه بالنسبه للمصريين وبالنسبه للاعلام المصري لما يبعت رساله زي دي بشكل واضح، فده دعم للقضيه ودعم لاخواتنا في فلسطين. تمام. طب النهارده هنتكلم عن مؤسسه حياه كريمه والدور اللي بتقوم بيه من اول يوم، وانتوا قايمين بدور ومجهود جبار حقيقي، يعني عشان نشوف بيتم تجهيز المساعدات ويتم ارسالها لمعبر رفح استعدادا لدخولها لقطاع غزه. كلميني ازاي خليه النحل دي شغاله ازاي؟ احنا النهارده مشاركين بالاضافه للست شاحنات اللي المتحده متبرعه بيهم ب 15 شاحنه تانيين. ال 15 شاحنه احنا مجهزين في الاسبوع ده، في اليومين اللي فاتوا حوالي 21 شاحنه. في فريق كبير من المتطوعين والاعضاء المؤسسه ما بيناموش حرفيا عشان خاطر نطمن ان احنا المواد اللي بعتينها اذا كانت مواد غذائيه او مستلزمات طبيه او ادويه كله محطوط بالشكل السليم. اذا كان مستلزمات طبية فهي معبأة بالشكل الصح عشان توصل لأخواتنا وهي سليمة، مش بعد ما تكون باظت أو حاجة. فعايز أقول حاجة إن في فرق ما بتنامش فعلا من بداية الأزمة من أكتر من شهر ومكملين، يعني إحنا مكملين لغاية ما ربنا يعني يحلها على خير إن شاء الله. بالتأكيد في كواليس، يعني في مجهود جبار بيتم عشان يتم تجهيز هذه القافلة الكبيرة يا فندم. النهارده كلميني بتستعدوا ازاي؟ بتعملوا ازاي؟ يعني بتحضروا القافله دي في كام يوم؟ بيتم تحديد المواد اللي جوه القافله سواء مواد غاسيه، مواد غذائيه، مواد طبيه، ازاي بتحددوا القافله ازاي بيتم تجهيزها؟
احنا بنحدد القافله طبقا لاحتياجات الارض هناك. المشكله الاساسيه طبعا ما فيش ميه كهرباء، والوضع الانساني غايه في الصعوبه، فبنحاول ان كل المواد الغذائيه اللي بعتينها الاغلبيه يكون مواد معلبات عشان سريعه الاكل. بنودي حاجات تانية طبعا، بس عارفين ان الاسهل لاخواتنا في الاستخدام دلوقتي هي المعلبات والميه. وبنتابع يوم بيوم الاحتياجات هناك مع ناس هناك ومع اطباء هناك عشان نقدر نكون بنوفي بالاحتياجات الاوليه، وبنرجع ده بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني التانية عشان ما يكونش كلنا جايبين ميه وما فيش اكل مثلا على سبيل المثال. ففي تنسيق كامل مع كمان مؤسسات المجتمع المدني التانية. احساسك كمصريه النهارده وانت بتشاركي في حاجه زي كده؟ انا بتشرف ان انا مصريه النهارده، انا بتشرف كل يوم انا ببقى فيه واقفه في المكان ده لغايه ما الحاجات ما توصل لاخواتنا وبشوف صورها وهي جوه في ايد اخواتنا، ببقى بتشرف ان انا مصريه. الوقت اللي بتاخدوه قد ايه عشان تجهزوها عشان توصلوا لغايه معبر رفح؟ لو مظبطين عربياتنا صح وماشيين ورا بعض سليم، بناخد من حوالي 4 ساعات 4 ساعات ونص لغايه العريش، و3 ساعات 3 ساعات ونص لغايه العريش، ومن هناك لرفح يعني حوالي كله ممكن 4 ساعات 5 ساعات بكثير. يعني لو حبيت انقل شعور الناس اللي شغالين معاكي النهارده واللي بيحضروا القوافل ديت، شعورهم عامل ازاي؟ قد ايه هم متحمسين ان هم يكونوا مشاركين في حاجه زي كده؟ عايزه اقول لحضرتك ان لما كنا في جزء مننا بيمثلنا واقف على المعبر ما كانش في حد عايز يرجع لغايه ما الحاجات لغايه ما نطمن ان المعبر فتح، فضلوا فعلا قاعدين، منهم بنات وشابات يعني ما كانش بس رجاله. ولما قلنا لهم يلا المعبر فتح الحاجات هتبدا تدخل، قالوا لنا مش هنمشي غير لما اخر شاحنه للمؤسسه تدخل، دي امانه واحنا مؤتمنين عليها انها توصل لاخواتنا، وده اقل دور نقدر نعمله في اللحظه الحاليه. فاحنا على قد حزننا من اللي بيحصل هناك، وعلى قد ما قلبنا ما بيبقى طول الوقت يعني بيتقطع على الموقف الانساني الصعب في ظل يعني اللي بيحصل، غير ان احنا بنبقى كل يوم عايزين نصحى الصبح نطمن ان احنا في تبرعات جايه لنا عشان نقدر نجيب حاجات لاخواتنا هناك، عارفين نوفر المواد والمستلزمات الاساسيه، نجري ورا بعض عشان خاطر الحاجات تخلص باسرع وقت عشان التريلات تبقى موجوده والشاحنات تبقى موجوده في الوقت اللي لازم تطلع فيه ما نتاخرش. فخليت النحله ديت بينها وبين بعض في ضغط، وطول الوقت شغالين ما بننامش، عندنا برد بننزل اي حاجه، شغالين تحت فعلا ضغط، بس ضغط باحساس الواجب تجاه بلدنا اولا اللي واخده موقف سياسي واضح في دعم القضيه، وتجاه اخواتنا في فلسطين اللي واقفين بطولهم في وسط المعركه. النهارده بالتاكيد بيبقى في بعد تاني للتحالف الوطني النهارده تخطى الحدود المصريه، وبعد اخر لشركه زي الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه تخطى ايضا الحدود المصريه وتخطى الابعاد التغطيات الاعلاميه الى بعد انساني بتجهيز هذه القافله. معلش انا هرجع مره ثانيه لهذه القافله اللي تم تجهيزها باسم الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. قد ايه هذه المؤسسات بتدي صوره وقدوه لبقيه المؤسسات انها يكون لها النهارده دور في دعم اهالينا في قطاع غزه؟ الحقيقة ما حدش كان متخيل ان احنا نبقى في الموقف الانساني شديد الصعوبة ده، ولكن لو بصينا على النقطة الايجابية الوحيدة هي ان احنا عرفنا قوتنا، احنا دايما عارفين ان احنا اقوياء، ولكن قوتنا شفناها قدام عينينا واحنا كلنا بنتوحد عشان خاطر تطلع قافلة شاملة، تطلع قافلة تنسيقاتها متغطية صح، يبقى في شباب من المتطوعين متواجدين باسم كل المؤسسات وباسم كل المصريين بجانب القافلة. فالحقيقة ان اللي احنا بنعمله ده هو غير شغل العمل الانساني في مصر، واحنا كمؤسسة كمان بقى شغلنا اغاثي دولي بسبب الظرف الطارئ ده، فهو كمان عرفنا بدور تجاه الانسانية جديد احنا دايما مصر بتقوم بيه ومؤسسات المجتمع المدني المصري بتقوم بيه بشكل غير مباشر. النهاردة احنا كلنا بنقوم بيه بشكل مباشر بشكل جماعي وبشكل قوي. تمام، اشكرك جزيل الشكر استاذ عهود. تحب تقولي اي حاجه للشباب اللي شغالين معاكي، توصل لهم رساله؟ تحب توصلي رساله لاهالينا اللي بيستقبلوا هذه المعاناه في قطاع غزه؟ انا بشكر حضراتكم طبعا ان حضراتكم طول الوقت معانا لحظه بلحظه في اللي بيحصل وبتحاولوا توصلوا، ده دورنا. انا بشكر حضراتكم جدا، وقلبي مع الاشقاء في فلسطين، قلبي مع اخواتنا في غزه، واحنا معاهم لغايه ما ان شاء الله ربنا يحلها،
والمصريين في ظهرهم، ومؤسسة حياة كريمة على وجه الأخص بكل أعضائها بيدعموا الدولة في موقفها السياسية تجاه القضية، وبندعم القضية وفي ظهر أخواتنا في غزة. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عهود. شكرا جزيلا. شكرا. يعني زي ما احنا شايفين قافلة بتقوم بيتم تجهيزها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هي في طريقها الآن بعد قليل هتتحرك إن شاء الله في طريقها لمعبر رفح لإيصال هذه المعونات الإغاثية والغذائية إلى أهلنا في قطاع غزة. بالتأكيد هذه القافلة لها معاني كبيرة ودلالات كبيرة جدا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتدي المثل والقدوة لبقية المؤسسات الإعلامية وبقية المؤسسات الموجودة في الدولة، كيف يكون هو شكل الدعم وكيف يكون شكل التحضير لدعم أهلنا في قطاع غزة. بالتأكيد هذه هي ليست هي القافلة الأولى اللي بتتحرك من هنا لدعم أهلنا في قطاع غزة، لكن اللي حب نأكد عليه مرة أو نقطة أخيرة هو القرارات التي صدرت بالأمس من القمة العربية الإسلامية الطارئة، واللي أكدت على الدور الهام اللي بتقوم به مصر لدعم وإدخال المساعدات الإغاثية إلى أهالينا في قطاع غزة، والتأكيد على إسناد هذا الدور لمصر والمجهود اللي بتقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أعود من جديد إلى زملائي في الاستوديو جمانة ومحمد الشاذلي. نعم، نشكرك محمد، شكرا جزيلا، والشكر موصول لضيفتك طبعا الاستاذ عهود وافي. ومما لا شك فيه انه دور كبير بتقوم به الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في هذا الامر، كان من الممكن ان تكتفي فقط بالتغطيه الاعلاميه زي ما انت ذكرت يا محمد، لكن بالاضافه الى ان كل القنوات الاعلاميه هي عباره عن منابر لما يحدث داخل قطاع غزه لايصال صوتهم الى الخارج، دور مهم ايضا في تجهيز هذه الشاحنات التي ان شاء الله تعبر قريبا وتصل إلى إخواتنا في القطاع. بكل تأكيد يا شاذلي، يمكن أعتقد بالفعل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مش بس يعني اكتفت بدورها المنوطة بأنها تبرز السردية الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة من أرض الواقع الحقيقة التي كان يجب أن يراها العالم، لكن هي كمان امتدت دورها، امتد لما هو أبعد من ذلك، زي ما تابعنا مع حضراتكم إرسال 21 شاحنة لأهالينا في قطاع غزة. ده دور نابع من إحساسها بالمسؤولية تجاه أخواتنا في غزة، نابع من أيضا وقوفها مع رؤية القيادة السياسية في مصر، نابع من مسؤوليتها تجاه إخواتنا في قطاع غزة. كيان محترم الحقيقة، وموقف محترم، وكيان يدعو للفخر.